أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج هنا بيروت ليوم الأحد 21 شباط 2021. في هذه الحلقة سنفصل الموضوع السياسي والرد على كلمة الوزير جبران باسيل، وأيضا سنتطرق لتفاصيل تسمية المحقق العدلي طارق بيطار خلال جزئين. في الجزء الأول سيكون معي الصحفي منير الربيع، وفي الجزء الثاني من هذه الحلقة ينضم إلينا المحامي نزار الصاغية، وهو المدير التنفيذي للمفكرة القانونية. أبدأ مع الصحفي منير الربيع، شكرا لك على المقابلة وأهلا وسهلا فيك. السؤال الأول، رد تيار المستقبل على كلمة الوزير جبران باسيل بالقول أنه جبران باسيل عايش بلالا لاند، مين اللي عايش بلالا لاند اليوم، جبران باسيل أو سعد الحريري؟ معظم القوى السياسية تعيش في لالا لاند مع الأسف. هي صراعات ضيقة، صراعات مذهبية طائفية تستثير هذه العصبيات للقفز حول محطة أساسية حصلت في لبنان منذ أكثر من سنة إلى اليوم، وبالتالي يتم تجويفها وتفريغها من مضامينها من خلال هذه العصبيات التي يتم استثارتها من قبل كل القوى السياسية. ولكن معه حق تيار المستقبل في مكان ما أن باسيل يعيش في لالا لاند لجملة أسباب. أولا، باسيل في كلامه السياسي أو في موقفه السياسي الجديد والمتطور والذي ينطوي على الكثير من المواقف التي تستحق التوقف عندها، كان وكأنه يجلس على كرسي اعتراف. هذا الكرسي الاعتراف انقلب من خلاله باسيل على خطابه ب 13 تشرين، وانقلب على البيان الذي أصدره التيار الوطني الحر بذكرى 6 شباط وتوقيع وثيقة التفاهم مع حزب الله. أعطى سك البراءة لبشار الأسد وللنظام السوري عن ضرب المسيحيين وضرب اتفاق الطائف الذي عاد باسيل وتحدث عن أهمية تحقيقه أو تطبيقه كما يجب وليس كما شوه وطبق بطريقة مشوهة، وبالتالي وقع في جملة متناقضات في نفس الموقف ومع مواقف سابقة. مثلا ب 13 تشرين أعلن الوزير جبران باسيل أن الطائرة التي استهدفت القصر الجمهوري قد سقطت، وتلك الطائرة التي كانت طائرة سورية تحميها من فوق طائرة أمريكية، قد سقطت الطائرتان معا. اليوم أعطى سك البراءة للنظام السوري، تناسى أن من أضعف صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات المسيحيين هو الاجتياح السوري إلى قصر بعبدة في العام 1990، هي طائرات السوخوي والتطبيق السوري المجوف لاتفاق الطائف. تحدث عن لقائه مع بشار الأسد وما قاله له بشار الأسد عن أن لو بقي مسيحي واحد في لبنان يجب على هذا المسيحي أن يكون هو رئيس الجمهورية، وبالتالي هنا أعطى سك البراءة، تراجع من خلال خطاب الاعتراف أو الجلوس على كرسي الاعتراف عن ما اتهم به السوري سابقا، وقال إن السوري تعلم من تجاربه، أليس الآخرون سيتعلمون من هذه التجارب، وهو قصد السنة وقصد المسيحيين الآخرين الذين يعارضونه. ثانيا، بهذا الجلوس على كرسي الاعتراف أيضا نقض ما كان قد أعلنه التيار تجاه حزب الله في ذكرى توقيع وثيقة التفاهم، عندما قال إن التحالف مع حزب الله لم يؤدي إلى بناء دولة ولم يساهم في محاربة الفساد، وطريقة الابتزاز التي يستخدمها دوما التيار الوطني الحر مع حزب الله. اليوم وصف حزب الله بثلاثة مواقف أساسية. الموقف الأول أن الحزب لا يذهب إلى اتفاقيات من تحت الطاولة، وفي ذلك تعليق على أي احتمال تقارب سني شيعي في المرحلة المقبلة. ثانيا، قال إن حزب الله هو الوحيد الذي وقف إلى جانب رئيس الجمهورية ودعم المسيحيين في إيصال الرئيس القوي. وثالثا، عندما قال في مسألة الثلث المعطل بأن هذا الثلث لا يمكن لطرف أن يمتلكه وحيدا، إنما مجموعة قوى سياسية أو أحزاب متحالفة فيما بينها، وأشار إلى تحالفه مع حزب الله سيكون مؤمنا لهذا الثلث المعطل. هذه المواقف كلها تضرب مواقف سابقة، وهي تؤشر إلى تراجع معين من قبل باسيل عن هذه المعركة السياسية، والتي ذللها في النهاية بمبادرة قدمها: خذوا الحكومة واعطونا الإصلاح. أربع نقاط تقدم بها: كابيتال كنترول، التدقيق الجنائي، استعادة الأموال
المهربة إلى الخارج وإعادة جدولة الوضع المصرفي وإلى ما هناك. وبالتالي هو يقول إن هذه المعركة قد لا تنجح في النهاية سياسيا، ولكن في مقابل عدم النجاح السياسي أو التراجع عن تحقيق النجاح السياسي بناء على المطالعة التي قدمها تلت معطل أو تلت ضامن أو حقوق الطوائف والمسيحيين وإلى ما هنالك والمعركة التي شنها، قد تخسر في النهاية. في المقابل لابد من تحقيق هذه المبادئ، وهذا طرح ذكي وجديد للأمانة، لأنه لا يمكن لأي طرف أن يرفض هذه النقاط، لا يمكن لأي طرف أن يعلن معارضته لهذه النقاط، وبالتالي حقق نقلة نوعية ستحرج القوى الأخرى. سؤال أساسي ورح بلش من محل ما ختمت قراءتك لهذا الخطاب، هل هو طرح صادق؟ يعني بس اليوم جبران باسيل يقول أنه خذوا الحكومة واعطونا الإصلاحات، هو كان حاضر بحكومات وما حققوا شيء من هذه الإصلاحات. هنا أيضا اللالا لاند التي تعيش فيها القوى السياسية. طبعا الطرح ينطوي على مناورة، كي لا أقول مؤامرة، مناورة خبيثة بين هلالين، يعني بالمعنى الإيجابي، أنه نحن كتيار وطني حر، شيلوا رئيس الجمهورية على جنب، تيار وطني حر نتحدث باسمنا، نريد هذه النقاط، أعطونا هذه النقاط وشكلوا حكومة، نحن لا نريد المشاركة بهذه الحكومة، ولكن لن يتم التوقيع على أي حكومة ما لم يكن رئيس الجمهورية موافقا عليها وعلى شروطها بما يراعي الدستور وإلى ما هنالك. شو هي المناورة؟ المناورة أن أعطونا هذه القوانين يلي هي حق لكل اللبنانيين للأمانة، ولكن المناورة هي بإلقاء الكرة بملعب كل القوى السياسية الأخرى أولا، ثانيا إحراج هذه القوى، فتح معركة داخل المجلس النيابي مع الرئيس نبيه بري بالتحديد وهو لم يسميه، ثالثا والأهم لابد من تسجيل ملاحظة أن هذه القوى المتحالفة والتي كان يتحدث باسيل عن التحالف معها لنيل الثلث المعطل هي التي تمتلك الأكثرية النيابية، وبالتالي فلتتوجه إلى المجلس النيابي وتعمل على إقرار هذه القوانين بما أنها قوى متحالفة قادرة على تمرير هذه القوانين. بعد ما يصير هذا الشيء هو بيعرف أنه ما راح يصير، تعوا روحوا شكلوا حكومة اللي بدكم إياها، هذه الحكومة لن تتشكل بحال رئيس الجمهورية لم يوافق عليها أو لا يوافق عليها ولا تراعي ما يريده. هل حجم الخبرية بذلك رمى الكرة بملعب الآخرين. بدي أرجع كمان على شيء فصلته بأول المداخلة، اللي هو قلت أنه الوزير جبران باسيل قال أنه حزب الله ما بيعمل بين هلالين اتفاقات من تحت الطاولة، ولكن اتهم الرئيس الحريري أنه هو متفق مع خط المقاومة بس عم يطلع يهجم على الهوى أو بالعلن عليهم لحتى لحفظ ماء الوجه أمام جمهوره، وبالتالي هو حاول ينقذ خط المقاومة بين هلالين، ولكن عندما ضرب الرئيس الحريري بالتالي كمان هجم على حليفه اللي هو حزب الله. طبعا أساس هيدا الكلام، ولذلك هو تقصد الحديث عن أي تفاهم سني شيعي قد يحصل بالمستقبل بناء على هذه المعطيات الحاصلة في المنطقة، لا يمكن للمسيحيين أن يكونوا مستلحقين، لا يمكن للمسيحيين أن يعودوا إلى معاناة ما جرى ما بعد الاتفاق أو التحالف الرباعي، لأن حزب الله حزب صادق ولا يذهب إلى عقد تفاهمات أو اتفاقات من تحت الطاولة. ليش هيدا الكلام؟ هيدا الكلام لأن الوزير جبران باسيل يشعر أن حزب الله في هذه المرحلة قد وفر غطاء واسعا لرئيس الحكومة المكلف، وهو كذلك طبعا من خلال تسمية الحريري وإن لم يسميه الحزب، ولكنه فتح الطريق أمام هذه الخطوة. ثانيا توفير الأكثرية والأصوات اللازمة للحريري لتكليفه برئاسة الحكومة. ثالثا من خلال معراعاة مسألة الثلث المعطل وتفهم موقف الرئيس الحريري بعدم إعطاء الثلث المعطل، ومسألة وزارة الداخلية. هذه أربع مواقف اعتبر التيار الوطني الحر وجبران باسيل أن حزب الله بدل الحريري عليه. لذلك هو يطرح هذا الطرح بأنه لا يمكن لحزب الله أن يذهب إلى اتفاقات ثنائية، وبالتالي ليس على الحريري أن يراهن على العلاقة مع حزب الله بأنها ستضرب التيار الوطني الحر أو علاقة حزب الله بالتيار الوطني الحر. وهنا الموازنة التي يلعبها التيار في هذه المرحلة، حاجة حزب الله إلى الحريري كما هو الحال بالنسبة إلى حاجة
حزب الله إلى غطاء المسيحيين وغطاء التيار الوطني الحر مع تبدل الظروف، مع تغير الأولويات ومع كل التطورات التي حصلت منذ فترة إلى اليوم. بدي فوت هلأ شوي بالتفصيل طبعا كلمة الوزير جبران باسيل، وراح بلش بالأرقام فيما خص الحكومة. كنا قلنا 4 أشهر من وقت تسمية الرئيس الحريري عم ينحكى أنه 18 وزير ونقطة على السطر وما في تكبير لهذا الحكومة وما في أصلا إعادة نظر بالأرقام. طرحها سيد نصر الله وتحدث أنه لا، فينا نرجع ننظر بالعدد، فينا نطلع للعشرين. اليوم الوزير جبران باسيل بيحكي عن 20، بيحكي عن 22، وايضا بيطلع لحدود ال 24 تيقول انه نحن عم نحكي عن حكومه اختصاصيين وبالتالي كل وزير بيستلم حقيبه. اليوم هل سقطت حكومه 18 وزير؟ بس قبل خليني الفت النظر لشغله اساسيه، انه الوزير او الرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كرس سابقه خطيره جدا عندما لجأ الى مقاربه عهد الرئيس ميشيل عون مع عهد الرئيس سليمان فرنجية والرئيس أمين الجمي. بشو؟ لما قال أنه الحرب اندلعت أيام الرئيس سليمان فرنجية وليس سليمان فرنجية. صحيح، واحد منطقيا ونظريا الكلام صحيح وسليم، لأنه في مجموعة ظروف محلية وخارجية تداخلت وأدت إلى الانفجار الكبير الذي حصل. حتى انهيار الليرة أيام الرئيس أمين الجميل أيضا صحيح، مش وحده بيتحمل المسؤولية، ولكن هيدا الشيء يرد على باسيل بنفسه عندما يحمل المسؤولية إلى الحريرية السياسية التي تتحمل مسؤولية هذا الانهيار أو إلى ما هنالك، بغض النظر إذا كنت بوافق ولا لا، ولكن هيدا أكبر دليل على أنه لا يمكن تحميل شخص واحد مسؤولية الانهيار. صحيح، الذي أراد تجنيب رئيس الجمهورية ميشيل عون هذا الانهيار والأسباب أخرى أو مغايرة لا يمكن تحميل المسؤولية إلى الحريري أو الحريرية السياسية أو إلى ما هنالك. هيدا واحد. اثنين، شو السابقة الخطيرة التي تتأسس بناء على هذا الكلام؟ السابقة الخطيرة هي أنه أي مسؤول بيجي على الدولة بيقول إيه صار في انهيار، أنا جزء من السبب، أنا بتحمل مسؤولية، ولكن ينفي هذه مش أنا المسؤول، وبالتالي بتروحي. هذا منطق يتعارض مع مبدأ تحمل المسؤوليات، مع مبدأ بناء الدولة. يلي بيعرف هذا الواقع وهو فعلا يريد بناء دولة إما يرحل ولا يستمر ولا يدخل باتفاقات سياسية مصلحية تارة مع هذا الطرف وتارة مع ذاك الطرف وحسب ما تقتضي المصلحة السياسية المرحلية بالنسبة له، وعمل اتفاق مصلحي ومصالحة إذا هو بده يسميه بال 2006 مع تيار المستقبل، سحب الإبراء المستحيل من السوق، سحب كل الخطاب المعارض للحريرية السياسية، وعقد اتفاق مشابه للترويكا التي كانت أيام التسعينات. يعني ببساطة عم بقول أنه اليوم بمجرد محاولة تجنيب رئيس الجمهورية مسؤولية ما يحصل، جنب الرئيس الحريري هذه المسؤولية أيضا. صحيح، حتما. طيب بدي أرجع معك قصة الأرقام. اليوم ما عدنا نحكي عن حكومة 18 وزير، خلاص رح نطلع من للعشرين أو 22 أو 24. لحد هلأ الرئيس الحريري متمسك ب 18 وزير. رح أكشف شغلة وهي معلومة ما قبل مغادرة الرئيس سعد الحريري إلى الدوحة. ثمة من جاء وهو قريب من رئيس الجمهورية ليتقدم بطرح، قد يكون مناورة وقد يكون صحيح. هذا الطرح هو تشكيل حكومة من 18 وزير، ولكن 6-6-6 مع إعادة طرح بتوزيع الحقائب. أوكي؟ خاصة الداخلية والعدل وتمسك الرئيس ميشيل عون بوزارة الداخلية. الرئيس الحريري أصر على الداخلية خاصة بعد جملة مواقف وآخرة تفهم حزب الله لهذا الموقف، وبعد مجموعة ظروف تحتم التمسك بالداخلية أعلن التمسك بالداخلية، لم يتم استكمال هذا الطرح. ما بعرف إذا هو طرح جدي أم كان مناورة لإحراج الحريري وانتزاع منه ورقة وبالتالي تلقى في الموضوع وأسقطه وقال إنني أبحث في هذا الأمر عندما أعود. هلأ نحن بواقع الحريري مصر على 18 وزير، رئيس الجمهورية يريد رفع عدد الحكومة، التيار الوطني الحر يريد رفع عدد الوزراء بهذه الحكومة، والسيد حسن نصر الله قدم مخرجا أعتقد أنه الذي سيكون أكثر واقعية في المرحلة المقبلة عندما يحين وقت
تشكيل الحكومة، لأن باسيل قال شيئا محقا به أن هناك أسباب خارجية تحول دون تشكيل الحكومة، تحفظ هو عن ذكر اسمه، ولكن عندما يحين الظرف الخارجي لتشكيل الحكومة سنذهب إلى حل واقعي. هل يكون الحل الواقعي عدم حصول أي طرف على الثلث المعطل؟ ثانيا عدم تنازل الحريري عن وزارة الداخلية. ثالثا رفع عدد الحكومة إلى 20 أو 22 وزير لا يكون فيها ثلث معطل. هذا الحل يبدو أنه سيكون واقعيا، ربما قد يضغط حزب الله بهذا الاتجاه، ولكن حتى الآن الرئيس سعد الحريري يظهر أي ليونة أو سؤال. اليوم عم تقولي أنه المخرج في تشكيل الحكومة ممكن أن يكون رفع عدد الوزراء، يعني معقول الرئيس عون يستغنى عن الثلث المعطل وعن وزارة الداخلية بس مقابل رفع عدد الوزراء في هذه الحكومة، وعلما أنه حتى لو رفع العدد ما راح يحصل على الثلث المعطل؟ شو بيكون مكسب اللي حققه رئيس الجمهورية؟ معروف أنه رئيس الجمهورية لا يتنازل، ومعروف أنه جبران باسيل لا يتنازل ولو شو ما بده يصير، وقلنا تجارب كثيرة بهذا الموضوع. ولكن لعل الحرص على العهد، الحرص على الحلفاء، التعاطي مع هذه الضغوط الدولية الكبرى التي قد تأتي مستقبلا قد يؤدي إلى هذه النتيجة. ولكن خليني أشيل هذه الأشياء كلها على جنب. حتما بقناعتي بقراءتي رئيس الجمهورية لن يتخلى عن الثلث المعطل، وحتى يومين أو أيام قليلة ماضية كان موقف جبران باسيل لا يزال على حاله في مسألة الثلث المعطل، وهو قدم فلسفة تؤكد ما نقول حول الثلث المعطل عندما قال أنه رئيس الحكومة يمتلك القدرة التعطيلية من خلال استقالة، ثنائي الشيعي يمتلك ذلك بالممارسة من خلال الميثاقية، ووليد جنبلاط يريد تكريس ذلك عبر الدروز. فليش مش من حق المسيحيين يكونوا؟ لما حدا يقول أنا ما بدي بس يقدم هذا التبرير يعني بده. هيدا أولا. ثانيا وهون بالسياسة عم نحكي، ثانيا لما الوزير جبران باسيل قال انه اربع نقاط او اربع قرارات او قوانين في المجلس النيابي قروها واعطوه وخذوا الحكومه اللي بدكم اياها، هيدا الطرح هو المناوره السياسيه او هو الفخ اللي عم ينصبه لكل القوى. هيدا من ناحيه اولى. من ناحيه ثانيه، بمجرد ما تطرحي هيدا الطرح يعني انت عم تربطي تشكيل الحكومه باشياء انا برايي هي اكثر اولويه ولكن غير متفق عليها. عم نكسب المزيد من الوقت وعم نروح على مزيد من المعارك السياسية التي ستتوتر في المرحلة أو ستعنف في المرحلة المقبلة، خاصة من بوابة مجلس النواب. ولكن هذا الكلام ينطوي على تراجع ضمني إن صح التعبير أو احتساب خط. إذا فرض علينا ما لم نكن نريده مش هيك، وإذا صارت الظروف أكبر منا مش قادرين نعرقل، منكون عملنا هيدا الباس مسبقا إنه نحن مستعدين نتخلى عن كذا وكذا 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 مقابل كذا وكذا وكذا وكذا، وهيك منكون حطينا حالنا بنقطة أمان. إذا تراجعنا منكون مبررين التراجع، وإذا قدرنا نضل صامدين ونكفي ونستمر بفرض شروطنا منكون حققنا اللي بدنا إياه. وهيدي اللعبة اللي كان عم يلعب. سؤال جدا مباشر، بما أنه عم بتقلي أنه الطروح أو النقاط الأربعة اللي قدمها الوزير جبران باسيل كلنا من دون استثناء بنعرف انها شبه مستحيله او مثل ما عم تقول هي لكسب مزيد من الوقت، اليوم الوزير جبران باسيل قدم حل او قدم عرقله اضافيه؟ بسياق الكلام كله هو ما قدم شيء جديد، قدم طروحات جديده، الافكار كلها موجوده، النقاط كلها موجوده، عم نبحث فيها من سنه لليوم، ما حدا قدر يتوافق على حل، ولكن عمل لها قالب جديد وقدمها على طريقته اللي هو بحب دائما انه يكون عم بيقدم مبادرات جديده. نظريا ومنطقيا هيدا الحل الطبيعي، ولكن هل هناك ظروف متوفره لهذا الحل؟ لن يكون هناك ظروف متوفره لتطبيق هذا الحل اولا. ثانيا بالقراءه السياسيه إذا بدي أقرأ مواقف كل القوى وكيف بتتعاطى، صحيح أن كل القوى ستخرج مؤيدة، ولكن لما نجي نفوت على جلسة تشريعية أو نفوت على اجتماع حقيقي جدي قابل لاتخاذ قرار لن يتخذ هذا القرار، وسنعود ونسمع كل الكلام اللي كان يقال في السابق منذ سلسلة الرتب والرواتب وكيفية المزايدات على بعضهم وتحميل بعضهم المسؤولية أو في إفشال وإسقاط النصاب أو إفقاد أي جلسة تشريعية فيها قرارات مهمة للنصاب، بنشوف كيف بيصيروا يتقاذفوا الاتهامات ومن يتحمل مسؤولية
افقاد الجلسه النصاب وبالتالي رفع تلك الجلسات المهمه. هذه اللعبه تتكرر في اي محطه، وتعرف القوى السياسيه كيف تستخدم هذه الألاعيب السياسيه او الدستوريه او القانونيه او حتى المذهبيه والطائفيه للاطاحه باي طرح جدي او جديد قد يتم التقدم به. عندما يقول الوزير جبران باسير رئيس التيار الوطني الحر ما بدنا نشارك شو بالقوه، هل الرئيس الحريري يعني اجى قال له انه بليز شارك معنا بالحكومه؟ يعني بس الواحد يطلع على العلن يقول هيدا الشيء، علما انه هو الكل بيعرف انه هو عم يتدخل بتفاصيل تشكيل من خلف رئيس الجمهوريه، لماذا يخرج على العلن ليقول ما بدنا نشارك مش بالقوه القصه، وهو حقيقه عم يحكي بلسان رئيس الجمهوريه؟ وهذا الرد اتى من قبل التيار الوطني الحر وتألم بالحرف أنه ما يصدر عن رئيس الجمهورية، يعني ما يعني رئيس الحريري هو ما يصدر عن رئيس الجمهورية بالمباشر وليس بالوساطة، ولكن الكل يعلم أن الوزير جبران باسيل اليوم كان عم يحكي باسم رئيس الجمهورية. بتعرفي شو المشكلة؟ المشكلة أنه ما بقى في سياسة بالبلد، يعني حتى اللي عم يشتغلوا سياسة عم يعتبروا حالهم انه هن مترفعين ومش عم يشتغلوا سياسي، وبالتالي تتسخف السياسه وتتتفه. شو يعني نحن ما بدنا نشارك؟ طيب هذا الكلام كان عم ينقال منذ ما قبل تشكيل حكومه حسان دياب، وهو عمل مطالعه اليوم انه شوفوا وزراء حكومه حسان دياب يلي نحن ما بنمون عليهم. طيب شو هالحكي؟ مين اللي عمل اجتماع للوزراء ما قبل استقاله الحكومه بفتره وادى الى تعطيلها؟ مين اللي دعا سبع وزراء بحكومة حسان دياب إلى منزله للبحث بجملة ملفات أدت إلى تغيير الكثير من المجريات حول أو مجريات قرارات كان يفترض أن تتخذ في حكومة حسان دياب؟ هذا أولا. ثانيا، هذا الطرح لا يزال يقول أنه نحن ما بدنا نشارك، ولكن رئيس الجمهورية له حصة. طيب حصة رئيس الجمهورية مين؟ ما طيب ما شفنا اللائحة اللي سربت الحريري او اللي ظهرت بالمؤتمر بكلمه الرئيس سعد الحريري، وشفت بعض الاسماء على مين محسوبين. طيب بدي ادخل معك، اما ما بعرف شو يعني، بدي ادخل معك على الجزء الاخير من كلمه الوزير جبران باسيل لحتى ننقل على موضوع ثاني اللي هو قصة العد. بيرجع بيقول انه وقفنا العد وما حدا يحكينا عن تضحيه وبلا حكي فاضي، وانه مش الرئيس الحريري اللي بيحفظ حقوق المسيحيين. اليوم هذه اللعبه الطائفيه هل بكركه عم بتكون من صف او عم بتكون حتى بشكل مواجه لرئيس الجمهوريه والوزير جبران باسيل من يحفظ حقوق المسيحيين؟ واصلا هذا الكلام يعني بال 2021 انه حقوق المسيحيين وينهم؟ اكيد مش شخص واحد هو اللي بيحفظهم، واكيد لا رئيس الجمهوريه ولا الوزير جبران باسيل، هن عادي مكون قائم بهالبلد ولا يمكن الغائه لا بالدستور ولا بغير الدستور. حتما، ولا اجتماعيا ولا ثقافيا ولا باي مجال من مجالات البلد. هذا واحد. اثنين، من المعيب انه بعد نرجع نحكي بهيدي المواضيع، ومن المعيب اثارتها وكانه يعني هو شو عم يحكي؟ عم يحكي حتى مع المسيحيين الاخرين. طيب هو بده يحفظ حقوق المسيحيين، ضرب القوات وضرب المرضى وضرب الكتايب وضرب كل الناس. طيب وين حقوق المسيحيين؟ وين حمايه المسيحيين؟ وهودي المسيحيين اللي ضربهم بيطلعوا اكثر من نص المسيحيين اذا بدك تجمعيهم مع بعضهم، مع انه الله ما بيجمع. بس ما هذا منطق كمان بيضرب المنطق الاول. واحد. اثنين، لا الحريري ولا باسيل ولا اي حدا بيحمي حقوق المسيحيين، ما في شيء اسمه حمايه حقوق المسيحيين. في اسمه حمايه هيدا البلد يلي هو فيه مسلمين وفيه مسيحيين وما بيمشي بدونه. ولكن الخطاب المذهبي والطائفي وهيدا السعار اللي عم بصير، واكبر دليل انه ما في سياسه بالبلد هو انك عم تسمعي هيدا الكلام وعم بتفوتي بهيدي النقاشات. ثلاثه والاهم او اربعه، ايه حتما مش الرئيس سعد الحريري بيحمي حقوق المسيحيين، ولكن الوزير جبران باسيل يلي كان عم يتهم الاشحاف يلي تعرض له المسيحيون منذ او في السنوات الثلاثين الماضيه. دخلي لما كان عم يحكي عن مزايا وماثر بشار الاسد في الحفاظ على الوجود المسيحي والتنوع والديمقراطيه والجماليه السياسه والحركيات السياسيه ومآثره في الحفاظ على المسيحيين وضروري انه لو بقي مسيحي واحد يكون رئيس هو رئيس جمهوريه لبنان، ما خطر بباله، ما تذكر انه اللي كان عم يضرب هودي المسيحيين هو هيدا النظام نفسه،
وهو انه هيدا النظام يلي تبدلت مواقفه وتغيرت استراتيجياته بناء على مصالح سياسيه متعدده من ال 76 ما بعد الاتفاق مع كيسنجر الى الخروج من العباءه الامريكيه ما بعد دخول مصر الى العباءه الامريكيه ورجع راح عند السوفييت، وما بعد ذهابه الى السوفييت ضرب المسيحيين وهو اللي رجع راح اسس لشيء اسمه تحالف اقليات اللي كان اسمه الاتفاق الثلاثي بلبنان، ومش هو اللي رجع راح على الكويت وشارك بالحرب لتحرير الكويت. ما بدأت حديثك عم بتقول انه الوزير جبران باسيل عم يتقلب على مواقفه نفسه. نعم، ما بدأت حديثك يعني عم جاوبت حالك بالاول انه بدأت حديثك بالقول انه الوزير جبران باسيل عم ينقلب كان على مواقفه السابقه وعم يخلق تناقضات. تماما، بس اللي عم قوله انه هيدا النظام الحريص على المسيحيين وانه اذا بقي مسيحي، طب ما هو اللي ضرب المسيحيين مش بناء على اتفاق بامريكا بالكويت مع الامريكيين ورجع استلم لبنان واخذ الوصايه على لبنان برضا اقليمي ودولي، ضرب المسيحيين وهو قال انه نفي الجنرال ودخل الدكتور سمير جعجع الى السجن؟ طيب ما تذكر لما عم يحكي عن مآثر النظام هيدا الموضوع؟ فمين اللي بيتحمل مسؤوليه إهدار حقوق المسيحيين؟ لا المسلمين ولا أي حدا. في ظروف موضعية، في حرب شنت طبعا على المسيحيين في لبنان، ولكن استعادتها لا تكون باستثارة العصبية ولا باستثارة حرب جديدة تماما، ولا بتكون على طريقة التسوية الابتزاز يلي حصلت بال2016 يلي هي انه طرف ماروني بياخذ كل الموارنه وكل المناصب المسيحيه بالبلد، وطرف سني بياخذ نفس الشيء، والطرف الشيعي بياخذ الحصه الشيعيه. كمان هيدا ما بيبني بلد، هيدا بيرجع بيعمل ترويكا جديده هي الترويكا يلي عم ينتقدها الوزير جبران باسيل. على كل حال اليوم قال على الملأ قصه التسويه الرئاسيه، يعني ما كانت يمكن اول مره بيقولها بهيدي الصراحه، حتى انه نحن بناخذ المسيحيه انتم بتاخذوا السنه انتم بتاخذوا. بكل الاحوال بدي انقل معك على موقف البطريرك الراعي. اليوم في محاوله لتدويل الازمه اللبنانيه، وحتى البطريرك الراعي واضح انه رايح فيها حتى النهايه هذا الموضوع. رد أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله واضح أنه في محاولة لعدم الدخول بشباك مباشر مع بكركي، ولكن بيظل إصرار البطريرك الراعي وهذا الموقف اللي رجع كرره اليوم أيضا من بعظة الأحد، هل سيؤدي إلى معركة مباشرة بين بكركي وحزب الله؟ أولا موقف البطريرك الراعي متقدم جدا، خاصة اليوم لما تحدث عن حماية الدولة، حماية الدستور، حماية القانون والطائف يلي هو بيحفظ المناصفة وإلى ما هنالك. طبعا البطريرك لديه نفس موقف كل القوى المسيحية وكل القوى الأخرى بأن الطائف لم يطبق إلا بصيغته السورية، فلنعد إلى أصله ونطبقه كما أقر. هيدا الذي يحفظ حقوق المسيحيين والمسلمين وكل اللبنانيين ويحفظ وحدة الدولة. صرخة البطريرك حول تدويل الأزمة والصرخة حول قصة المرفأ وما جرى مع القاضي صوان هي صرخة تنطلق من خلفية الحفاظ على هذا الكيان، على هذا اللبنان الذي انهار، الذي تغير دوره، الذي فقد الكثير من ميزاته ومقوماته القوية والأساسية التي تجعله فريدا في كل هذا الشرق. لذلك البطريرك ماض في مواقفه، هو يحمل المسؤولية لكل القوى السياسية، ولكن هو لا يجانب أبدا تحميل المسؤولية لرئيس الجمهورية، وهو يعتبر وقال ذلك لمن التقاهم في الأيام الماضية إن رئيس الجمهورية يتحمل جزء أساسي من المسؤولية وهو لا يحترم الدستور. تمام. هو يعتبر أن قوته والقوة الاتفاق السياسي التي يبنيها مع قوى أخرى هي أقوى من الدستور. هذا موقف لافت من البطريرك، ولكن الأكيد أن البطريرك لن يتراجع أولا، ثانيا هو سيصر على هذا الموقف. الأسبوع المقبل سيشهد لقاءات متعددة في بكركي تضامنية مع موقف الراعي. الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومواقف أخرى من حزب الله حاولت تمرير مواقف للبطريرك بضرورة تجنب الاستمرار بهذا الهجوم أو بالتركيز على مسألة التدويل. تم التقدم بوساطات معينة للجم التوتر، لكن على ما يبدو أن البطريرك مصر. بحال استمر على إصراره سنشهد تصعيد للمواقف بين الطرفين، قد تتكرر معه تجربة البطريرك نصر الله صفير مع حزب الله عندما كان يصرح فيخرج
حزب الله ليرد عليه، وبالتالي ندخل في مثل هذه السجالات. ولكن إذا استمر ذلك سيكون التيار الوطني الحر محرجا هنا. عم نرجع ل قبل 2005 بشرخ عمودي واضح بين الأفرقاء بالبلد، وتحديدا عم بحكي بين بكركي وحزب الله. واحد. اثنين، الشكل اللي عم تاخده الأزمة اليوم ومواقف بكركي ومن عم يلتف حول البطريرك الراعي، هل هذا التكتل رح يؤدي إلى إعادة أو تقارب جديد أو أقوى بين رئاسة الجمهورية وخط المقاومة أو حزب الله تحديدا؟ اولا رايي انه الوضع اعقد بكثير من 2005. بال 2005 كان في اصطفاف عمودي سياسي واصطفاف عمودي طائفي، ولكن هذا الاصطفاف الطائفي كان على اساس انه صراع سني شيعي. هيدا الصراع السني الشيعي، الطرف السني راح وعمل اتفاق مع طرف مسيحي، والطرف الشيعي راح وعمل اتفاق مع طرف مسيحي اخر. صار البلد بانقسام عمودي، بكركي تؤيد 14 اذار وبمواجهة حزب الله قائد قوة 8 أدار، وشفنا كل التجربة اللي حصلت في السنوات الماضية. اليوم بلبنان هناك عدم وجود لتوتر سني شيعي بفعل العلاقة أو ربط النزاع بين تيار المستقبل وحزب الله، وبالتالي هناك من يحاول نقل المعركة إلى مسلم مسيحي مجددا أو سني ماروني مجددا. حزب الله بيقف بالخلفية يمسك العصا من الوسط، يراعي تيار المستقبل والسنة ويراعي المسيحيين بنفس الوقت، وبالتالي أنت بتروحي على تسعير الخطاب المذهبي والطائفي، تسعير الخطاب السياسي الذي سيؤدي إلى توترات. هل على جانب هيدي الصورة في عندك صورة بكركي اللي عم بتحاول تعمل شيء بيشبه بيان المطارن المواردي بالعام 2001؟ حد بكركي والتحرك السياسي الذي تقوم به بعض القوى والأحزاب لدعم البطريرك يقدم صورة ثالثة، وهي صورة أرنة شهوان وما قد تؤسس له فيما بعد. وبالتالي أنت بمجموعة عناصر وقوى متداخلة متشابكة تلتقي مع بعضها ببند معين أو بنقطة معينة وتتشابك مع بعضها بالكثير من النقاط، هذا يؤدي إلى تعقيد الأزمة السياسية أكثر فأكثر. هيدا إذا ما حكينا عن الجو الإقليمي والدولي الذي يتداخل ويتشابك في الكثير من المحطات، وقد يكون هناك نقاط التقاء في محطات أخرى. إذا بدنا نروح نحكي على المسار الأمريكي أو الإدارة الأمريكية الجديدة بالتفاوض مع إيران وما قد ينعكس على هذه المنطقة ولبنان من ضمنها، وبالتالي نحن مسارنا طويل، حتى طرح التدويل من قبل البطريرك سيكون له مسار طويل. هناك وفود ستتوجه إلى الفاتيكان أو ستتوجه إلى بعض الدول المؤثرة داعية إياها إلى التدخل أكثر في لبنان. ولكن في نقطة مش منتبهين لها نحن، أنه كل المجتمع الدولي منه مهتم بلبنان. بلبنان ما في إلا المبادرة الفرنسية التي لا تزال القوى السياسية تمعن في إفشالها وإسقاطها. ما حدا من المجتمع الدولي فاضي يهتم بلبنان بمبادرة سياسية، فكيف إذا بده يدول الأزمة؟ وبالتالي سنكون أمام المزيد من الانهيار، أمام المزيد من التوتر، وأمام المزيد من التراكم. ما فينا نحكي بكل هذا الموضوع وما نحكي ولو جزئيا عن الأزمة الإقليمية أو دور لبنان، اللي هو نحن مفكرين أنه حجمنا أكبر من ما نحن، بس أنه ما فينا ما نحكي عن دور لبنان في أزمة المنطقة. ثمت ما يقول أنه إيه مزبوط، أكيد في أزمة داخلية إن كان لتشكيل الحكومة أو ما بعد تشكيل الحكومة، لأنه ما عنا حتى خطوط عريضة شو رح يكون المشهد من بعد، أو السياسة الاقتصادية وغيره اللي رح تعتمد من بعد تشكيل هذه الحكومة. ولكن أيضا ثمت من يرى أنه لا، عندما يحين الوقت لتشكيل هذه الحكومة كل العقبات الداخلية تذلل ويتم تشكيل هذه الحكومة. اليوم ما الذي ينتظر؟ يعني بحادثة سابقة كان الرئيس الحريري أو رئيس تمام سلام حتى ناطر بس تليفون من أوباما وتشكلت الحكومة أنه يلا إجا الضوء الأخضر. اليوم ماذا ننتظر؟ هي أبرز تجليات هذه الأزمة عشناها مع تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام. مش بس كان منتظر اتصال من أوباما، شكلت الحكومة ما بعد عقد اجتماع بسلطنة عمان بين الإيرانيين والأمريكيين، وبالتالي فتحت الطريق أمام تشكيل الحكومة. الذي سيفتح الطريق أمام تشكيل هذه الحكومة هو جزء مشابه لتلك المرحلة ما بين الإيرانيين والأمريكيين أولا. ولكن مثل ما ذكرت حضرتك، المشكلة
المشكل ما بقى هو بتشكيل حكومي فقط، في عندك مجموعة ملفات، الوضع الاقتصادي الاجتماعي، وضع مصرف لبنان والقطاع المصرفي شو اللي بده يصير فيه، هيدا ربطا بأشياء داخلية لها أبعاد وامتدادات خارجية. عندك استراتيجيا قصة ترسيم الحدود، قصة الحزب، ما الذي سيفعله في المستقبل، هذا كله على وقع المفاوضات. هذا السبب الرئيسي لرفض حزب الله تدويل الأزمة اللبنانية، لأنه طبعا أو من أول العناوين العريضة اللي رح تطرح هي سلاح حزب الله. صحيح. طيب. بالختام بدي منك جواب سريع، لأنه بدي أنقل عند الأستاذ نزار صاغية، بس كمان بدي أسألك بالسياسة عن تنحية أو كف يد القاضي فادي صوان عن تحقيقات المرفأ. بالسياسة، من هي الجهة أو تكتل الجهات السياسية الذي أطاح بفادي صوان؟ أولا المحقق العدلي فادي صوان ارتكب جملة أخطاء قانونية ظهرت صارت معروفة، ولكن هذا كله لا يبرر إحالته أو تنحيته عن هذه القضية. باختصار تما أخذ من وقت الأستاذ نزار اللي هو أخبر مني وأعلم مني بهذا الموضوع، قناعتي السياسية أن كل القوى السياسية، التيار الوطني الحر، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة المكلف، حزب الله، حركة أمل وغيرهم، يجتمعون على ضرورة تنحية صوان بناء على مواقف كثيرة حصلت سابقا. الرئيس الحريري بسبب أنه القاضي صوان ساعة بده يعمل له مذكرة توقيف أو ساعة بده يستدعي ساعة، لا، قصة استدعاء رئيس جهاز أمن الدولة، قصة استدعاء الوزير علي حسن خليل والوزير يوسف فنيانوس وإلى ما هنالك، والتي اعتبرت استدعاءات من طرف واحد أو طرف مستهدف، وبالتالي تقاطعت المصالح السياسية على تنحية صوان. الخوف، كل الخوف من أن تكون هذه التنحية تؤدي إلى القضاء على التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، وبالتالي تذهب القضية كما ذهبت قضايا أخرى ونكون نقلنا على مرحلة سياسية جديدة. سؤال بالختام، الخوف كمان وهذه القوى اللي تقاطعت مع بعضها أنها ترجع تصطدم من خلال التحقيقات الجديدة التي سيقوم بها القاضي المعين حديث. سؤال بالختام، ماذا يعني أن يخرج الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ويقول بالملأ انتهت التحقيقات في جريمة المرفأ؟ طيب، قبل ما يقول هيك هو قال أنه لازم القوى الأمنية والجيش اللبناني تعلن التحقيقات. أولا مش من صلاحيات لا الجيش اللبناني ولا قوى الأمن تعلن نتائج التحقيق، القضاء هو الذي من يعلن نتائج التحقيق. لو إذا بدي أروح على ترجمة بدي أقدم صيغتين، صيغة إذا بدك مؤامراتية تتهم حزب الله وتقول أنه حزب الله خلص بده يعتم على الموضوع وبالتالي خلصت التحقيقات هون، يعني ما بقى تكفوا بالتحقيق وما بقى تعملوا استدعاءات، طلعوا أعلموا اللي عم بتقولوه. وربط شغلة خطيرة جدا السيد نصر الله بقصة شركات التأمين وإلى ما هنالك، يعني صار أي قاضي بده يطلع يطلع حكم يقول أنه هيدا الشيء نتيجة إرهاب أو نتيجة تفجير متعمد بتطير التأمين، شركات التأمين من دفع ما يتوجب عليها أو مستحقات الناس، وبالتالي ما رح يطلع قاضي يعمل هيك قرار كي لا تتهرب شركات التأمين وكي لا يتهم بأنه متواطئ مع شركات التأمين وربما قبض رشوة. والترجمة الثانية المتعاطفة مع حزب الله أو التي تتبنى وجهة نظر حزب الله بأنه يراد تحميل المسؤولية إلى الحزب ولا بد من إعلان التحقيقات التي تكشف أن الحزب لا علاقة له وتحميل المسؤولية إلى الآخرين. هلأ بين وجهتين نظر والصراع بيناتهم لن تظهر حقيقة مع الأسف. ثانيا والأهم، من جاء بهذه المواد وقلت سابقا وعلى الجديد ومن يتحمل مسؤولية ذلك، رجع ذكره الزميل فراس حطون طبعا بطريقة بشغل احترافي أكثر، بطريقة استقصائية أكثر، بكم معلومات أكبر حول الأشخاص والمعنيين، ولكن أنا بقراها بالسياسة بالسياق السياسي، الطرف الأقوى الذي كان في تلك الفترة هو الطرف المؤيد للنظام السوري والذي كان يستخدم هذه المواد في سياق ضرب المعارضة السورية وضرب المدنيين السوريين. ما كان حدا بيقدر يجيب باخرة سلاح أو باخرة متفجرات إلى لبنان وتبقى إذا ما كان عنده هيدي السطوة. واللي بيقول إنه المعارضة السورية، أنا بعطي مثال اللي هو باخرة لطف الله، ما قدرت تقطع طرابلس وتم القبض عليها وتم إلقاء القبض على الكثير من المتورطين بها، والكل بيعرف شو هي باخرة لطف الله، وبالتالي اللي بيقدر يمرق هيدي مستحيل يقدر يخلي باخرة 4-5-6-7 سنين على مرفأ بيروت إلا إذا كان من جهة مقابلة يتمتع بقوة أكبر. كل الخشية من أن يتم الذهاب إلى ضرب التحقيق لأن
قناعتي أن جريمة مرفأ بيروت هي من الجرائم التي لن تكشف. أنا بدي أشكرك الصحفي منير الربيع على هذه المداخلة في حلقة هنا بيروت، وأنتقل إلى الجزء الثاني وتحديدا من ملف المرفأ والتحقيقات إلى المحامي نزار صاغية وهو المدير التنفيذي للمفكرة القانونية. أهلا وسهلا فيك، وبعتذر إذا تأخرنا شوي عليك. بدي بلش معك من نقطة جدا أساسية وسؤال جوهري، هل الإطاحة بفادي صوان والمجيء بالقاضي طارق بيطار هو للإطاحة بالتحقيقات أو للانطلاق من نقطة الصفر بشكل مختلف؟ طيب هلا الإطاحة بصوان معروف كيف صارت، ومعروف شو النقاش الطويل اللي صار، وكان في واضح في مواجهة أساسية عم تحصل حول حسنات الوزراء. وإذا القاضي، لأنه كل هيدي المعركة ما كان حدا عم بيعترض على المنهجية أو على الأخطاء اللي عم بيرتكبها، في حال كان عم بيرتكب أخطاء، كل الاعتراض السياسي تم وقتها طلع صوان وقال أنا بدي أدعي على وزراء، وساعتها تحركت الطبقة السياسية بتناقضاتها، وخاصة أنه كمان كان عم بيصير الادعاء على صليبة، وبنفس الوقت كمان كانت هيدي جمعت وعملت الإجماع، وبالتالي صار الارتياب المشروع بصوان على أساس أنه مس بما لا يجب أن يمس بلبنان يلي هو الحصانات، وتم إزاحته بهيدا السياق. وبالتالي الإزاحة كانت نوع من الرسالة الموجهة للقضاة وللضحايا ولكل المجتمع المدني أنه ما حدا يدق بالحصانات، في خطوط حمر مفروض أي قاضي بده يجي بده يحترمها، وهيدا كل الخطر اليوم على هيدا التحقيق. أكيد هيدا بيترافق مع يلي ذكرتيه من شوي حضرتك، يلي هو أنه بعض التصريحات من مراجع سياسية نافذة جدا من السيد حسن نصر الله، يلي ذكرت أنه التحقيق انتهى، وهو هذا كثير غريب، يعني أنه سياسي يطلع يقول التحقيق انتهى، التحقيق بينتهي لما القاضي بيقرر أنه انتهى، خاصة بيكون في معلومات كثير حديثة نشأت وبعد لم يتم التحقيق فيها، من أهمها مين جاب السفينة على لبنان. وبالتالي السياق يلي أجت فيه هيدا القرار تبع التنحي هو سياق واضح جدا، في خطوط حمر ممنوع من اي قاضي انه يتجاوزها يلي هي قضيه الحصانات. هل تعيين القاضي طارق بيطار بمكانه هل عم يجي مع استقلاليه معينه ولا عم بيجي ضمن هيدا الاطار؟ يعني انت بتجي بس اذا بدك ترجع تمس بهيدي الحصانات معروف شو راح يصير مثل ما صار قبل، هيدا هو كل الخشيه يلي بيطرحها اليوم الملف يلي قدامه. هذا السؤال الأساسي، هل سيحق للقاضي طارق بيطار بالقيام بما لم يقم به القاضي فادي صوان، أو بالعكس اليوم عم بيقولوا له للقاضي طارق بيطار أنه أنت بدك تكمل التحقيقات كمل، بدك تشوفها من غير زاوية أو بدك تبلش من نقطة الصفر أنت حر، ولكن بدك تعرف أنه الحصانات ممنوع المس فيها لو شو ما صار؟ الحكم تبع محكمة التمييز بحد ذاته ما بيلزمه بهيدا الشيء، ولكن بيوجه رسالة يلي هو انتبه ممكن يصير فيك نفس الشيء، ولكن الحكم بحد ذاته منه ملزم بمعنى قانونيا انه انت تتراجع عن كل الاشياء، ولكن انت اذا استمريت بهيدا بالادعاء على هدول الوزراء ممكن هيدا يشكك بحياديتك، وبالتالي ينقل القضية تماما منك، تماما كما حصل في من قبل مع القاضي صوان. هيدي هي كل القصة. فاليوم اكيد من الصعب التنبؤ شو راح يكون موقفه للقاضي بيطار اللي بيتمتع بسمعة جيدة بالعدلية، وهو من الشباب الأكفاء حسب يعني الجو العام تبع العدلية، فهو كشخص هو من العناصر الجيدة اليوم بالتحقيق، ولكن العناصر الأخرى يلي هي قديش القدرات التقنية اللي عنده لحتى ينجز التحقيقات، كيف المناخ المحيط بالمحكمة، المناخ السياسي وغيره، هل هو مؤاتي للواحد يقدر يعمل تحقيقات برصانة وبجدية وباستقلالية، أو هو مناخ كلياته عراقيل وخطوط حمراء وخطاب سياسي ممكن أنه يأخذ الطابع مثل ما صار مع القاضي صوان، طابع تحقيري
طابع هجومي، طابع بيانات احزاب بالسلطه تطلع بيانات ضد القاضي، فهذا كله شيء كثير خطير ومنه شيء عادي يلي عملناه. فاليوم يعني القاضي يلي الموجود واضح انه هو لحاله منه قادر يكون قدام ملف بهيدا الكبر وبهيدا الضخامه السياسيه، وهيدا بيتطلب من كل القوى الاجتماعيه اليوم يلي حريصه على انه هيدا الملف يكمل للاخر. تعرف انه الامور كلياتها بالدفاع عن هيدا الملف وعن هيدا التحقيق، ولا بد هون من الاشاده جدا 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 بدور لجنه الضحايا اللي كانوا على الارض، اللي برايي لولاهم ما كان تحقق انه تعين قاضي ذات سمعه جيده خلال 24 ساعه بعد ازاحه الطلب. استاذ نزار، في سؤال اساسي اليوم، انه بس يقول القاضي فادي صوان أنه لن أقف أمام الحصنات عندما نتحدث عن هول هذه الجريمة، حضرتك محامي وقانوني، هل يحق لقاضي القول هذا الموضوع؟ هل تسقط الحصنات أمام المجلس العدلي، خصوصا أنه بصير كل الأطراف اللي هي مدعى عليها أو هي طرف بهذه الجريمة بتصير عم تتحاكم قدام المجلس العدلي لا أمام المحاكم المختصة؟ هل بحق له أنه يسقط هذه الحصانات، خصوصا أنه بحالة الوزيرين غازي زعيتر وعلي حسن خليل هو ادعى عليهم على اعتبارهم وزراء سابقين لا كمحامين ولا كنواب؟ قبل ما أجاوب بدي أسألك، أنت ذكرتي محكمة خاصة، شو اسم المحكمة الخاصة؟ قصدك المجلس الاعلى للوزراء والرؤساء؟ الرؤساء واللي مش مشكل. يلي ما بحياتهم عقد؟ اللي مش مشكل، لحظة. قبل ما نقول إذا انعقد أو منعقد، مش موجود. بس خلي لازم اللبنانيين يعرفوا الخيار هو مش بين القضاء العدلي، المجلس العدلي أو محكمة خاصة، الخيار بين المجلس العدلي أو اللا محاسبة. إيه بس إنه مثلاً أنا هون ما كنت كتير يعني ما تحدثت فقط عن هذا المجلس، لأنه أيضاً في نحن بنعرف إنه في ناس بالضباط أو من العسكر وبالتالي بيروحوا أمام المحكمة العسكرية، بس بهيدا الحالة بيكونوا أمام المجلس العدلي كمان. تمام، يعني بس أنا حبيت أشير على هيدي النقطة لحتى أذكر إنه الخيار هو مش بين محكمة خاصة وعدم المحاكمة. رئيس الوزراء الحالي يعني طلع وحكي إنه هو بيتحاكم بس قدام المحكمة الخاصة، أبداً، الخيار هو مش بين المجلس العدلي ومحكمة خاصة، الخيار هو بين المجلس العدلي أو اللا محاسبة، اللا مساءلة، وبالتالي الإفلات من العقاب. هيدا هو الخيار اللي عشناه نحن على 30 سنة قدام سلطة عم تعمل يلي بدها بدون ما يكون في شيء بيوقفها، وبالتالي كل جرائم الفساد وكل الجرائم اللي حصلت بهيدي الفترة ما قدرنا نحاسب ولا وحدة بحجة الحصانات. وبالتالي اليوم إذا في شيء عم بيدمر المجتمع اللبناني وصله لحالة الانهيار أكيد وحدة من الأشياء، بس من الأشياء الأساسية واللي كرست حالة الإفلات من العقاب هي عمليا هيدي القضية الحصانات. فخطورة المعركة هي بهالمحل، الأمر مش بس هو التحقيق بقضية المرفأ، الأمر هو التحقيق بكل القضايا. هل نحن بكرة فينا بالدعوة الاتصالات نجيب الوزيرين المشتبه فيهم فيها أو المدعى عليهم حتى؟ هل فينا نعمل هيدا الشيء ولا كمان هون القاضي مفروض لا يتجرأ؟ بس استاذ نزار انا بدي بالشق القانوني، هل بحق للقاضي يقول انا لن اقف امام هذه الحصانات نعم ام لا؟ او هو عم يضرب ضرب الحائط هذا القانون والدستور؟ هلا المحكمة اجتزأت من كلامه وعندنا المذكرة الأساسية تبعيته، واللي بيقرا الرأي المخالف، لأنه اللبنانيين ما بيعرفوا يمكن أنه في قاضي خالف هذا الرأي وبالتالي القرار صدر بأكثرية. القاضي فادي العريض. نعم، وإن اجتزأوا من هذا الحكم من 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 جواب صوان، لأنه هو خلال الجواب برر ليش هو تجاوز الحصانات واستند على أسباب قانونية وتفسيرات معطية من محكمة التمييز حتى. وبالآخر بيقول أمام كارثة بهالهول هيدا أنا لن أتوقف أمام أي حصانة أو خط أحمر، وبالتالي مثل كأنه عم بيعلن استقلاليته كقاضي. أنا شخصيا لما بيكون في قاضي عم بيعلن استقلاليته معناتها هيدا بيعطيني ثقة بالحيادية تبعه. المحكمة اعتبرت أنه هيدا بيعطي ارتياب بالحيادية تبعه، وبالتالي المحكمة كانت عم تقول أي واحد بده يمس بهيدي الحصانات هو معناتها غير محايد، وهيدا هو المشكل تبع هيدا الحكم. والقاضي العريض كثير شرحها بشكل جيد ومسهب
بالمخالفة تبعيته، أنه ما قاله صوان لا يدل ابدا بالسياق يلي اجى فيه انه هو شخص لا يحترم القانون او شخص عم يتفلت من كل القوانين، ولكن شخص عم ياكد على استقلاليته تجاه الحصانات. وهذا شيء مطلوب اليوم من كل القضاة، انه قد ما فيهم يعملوا لحتى يضيقوا من تفسير الحصانات، لانه هيدي هي الخطر الحقيقي على كل البنيان القانوني. فبيقرا الحكم بيقول بالاخر لانه القاضي صوان قال انه هو ما بيوقف قدام أي حصانة، معناتها هو ما بيحترم القانون، معناتها هو عم بيمس بالبنيان القانوني. اللي ما عرفته المحكمة أو يلي تجاهلته وتناسته هو أنه ما في شيء مس بالبنيان القانوني إلا الحصانة، وبالتالي موقف صوان هو يساعد ويساهم في إعادة هالبنيان القانوني ولا يهدد هيدا البنيان. أستاذ نزار، بسؤال جدا بسيط وخلينا أقول منطقي، يعني ما بدي بس أحكي بالقوانين والدستور، قدام جريمة مثل اللي صارت بالمرفق مش يفترض تلقائيا ما بقى حدا يوقف عند موضوع الحصانات أو موضوع إذا بدك الشكل، أنه لا أنا ما تم استدعائي بالشكل اللازم قانونيا ووصلت للمذكرة قبل بمدري كم ساعة، هو كلهم يعني كيف ممكن بجريمة مثل هيدا الجريمة بهيدا الحجم نجي نوقف على هيدول الشكليات؟ خلينا نقول ليال، بأكد لك لو كنا بلد ديمقراطي السلطة السياسية بتتحاسب من الرأي العام، يعني كان ما في حدا بيتجرأ يصير الحصانة، وكان المجلس النيابي بيقول أي نائب عليه أي شبهة أنا دغري برفع الحصانة، وأكيد نائبة المحامين أصلاً كانت بهالوارد، ونائب المحامين ذكرها عدة مرات أنه أبداً هو ما رح يتوقف عند حصانة النواب. وبالتالي هيدا شيء واضح، قدام جريمة مثل هيدا مجرد التزرع بالحصانة هو أمر معيب جداً. معيب جداً. اللي صار هو شيء سريالي، وهيدا عم نعيشه دايماً بلبنان بطريقة منتظمة، أنه بدل ما نكون عم ندين يلي عم بتزرع بالحصانة، بلشنا نتفرج على طبقة سياسية عم تلعب دور الضحية. عم تلعب دور الضحية أنه هن في استهداف سياسي، في كيدية، في استضعاف، حتى في بعض الوزراء السابقين بلشوا يحكوا بالشهامة للي بيتضامن مع رئيس الوزراء يلي رافض يروح على قدام القضاء. كله هيدا سريالي وما بيمثل ولا أي فهم للحقوق. وإذا بتلاحظي فاتت كلنا بمعركة مثل كأنه معركة التحية بالمرفق هي معركة سياسية بين محاور إقليمية ودولية وأجندات سياسية وإلى آخره، وما حدا منهم ذكر الضحايا. ما حدا منهم كان عنده أي التفات الاعتذار، ما حصل طبيعة الحال، وهذا الشيء كلنا بنعرفه وأكيد مستهجن جدا، ولكن ما حدا منهم بالصراع السياسي اللي هن فيه أقام أدنى اعتبار للضحايا. لا بالعكس، بيطلع زعيم سياسي تيخبرنا أنه التأمين هو كتير مهم. تماماً، بدي أسألك عن هيدا الموضوع، بس قبل ما أوصل على قصة التأمين بدي أسألك عن نقطة أساسية. اليوم الاستعجال بإعادة تعيين محقق عدلي لافت أنه الحديث كان مش أنه في ضحايا بدنا نعرف شو مصيرهم، أنه هول لهم 6 أشهر أهلهم ناطرين بينطروا بعد، بس في موقوفين وبعض منهم أبرياء لازم نطلعهم. اليوم المفاضلة أنه لا، الأهم هو هيدول الموقوفين اللي هن أبرياء على الحقيقة تبع الضحايا. كيف بتتم؟ يعني كيف بيطلع الواحد بيقول أنه أنا بدي حط محقق عدلة بشكل كتير سريع لأنه في موقوف بريء، مش لأنه بدي أعرف مصير الضحايا 200 اللي قتلوا بانفجار المرفأ؟ يعني اللي عم تقوليه هو جزء من الخطاب السياسي المريض بلبنان يلي ما منشوف أصحاب الحق ولا مرة، وهيدا الشيء عشناه بعد الحرب. أهل المفقودين مين اعترف فيهم؟ عملوا قانون عفو، حدا كان عنده أدنى التفاتة ضلوا 30 سنة يقاوموا لحتى وحصلوا على قانون بعده لليوم كله مشاكل بتنفيذه. وبالتالي نحن تفكيرنا الحقوقي معدوم، والسياسة تتغلب على كل الحقوق. يعني الحق هو مهم لحتى يوصل لسقف القوي أو سقف السياسي، وبالتالي ساعتها بتوقف كل الحسابات تبعهم. هل القضية بتضرنا ولا بتفيدنا؟ هل بتعطينا مكسب سياسي أو لا؟ قضية الغنائم موجودة حتى بالتحقيقات،
والى اخره. وبالتالي المشكل هون انه الاعتراف بهدول الناس هو مركزي، وهيدا اللي بدل على نبالة الطبقه السياسيه يلي للاسف مره اخرى عم نكتشف انها غير موجوده. بالنبالة السياسيه والاعتراف بالغير والحق بالمساواه يقوم اساسا على الضحايا يلي راحت. وبشان هيك اليوم انا برايي اهم شيء ممكن ينعمل هو القاء الضوء اكثر واكثر، وحتى يعني كاعلام هيدي مسؤوليه الكل، على الضحايا يلي عم بيعبروا عن نفسهم بشكل رائع، يلي انا برايي اليوم بشكله هن الشهود الانبل والاقوى على حادثه المرفأ، وهن الضمانه الاساسيه لحتى يستمر هيدا التحقيق حتى نوصل للحقيقه والعداله. طبعا بدي اسالك سؤال مرتبط بوزيره العدل. باللائحه اللي رفعها القاضي تحقيق العدل السابق فادي صوان، رفع لائحه في عدد من الاسماء اللي فيه بتدور حولهم شبهات جديه، وهي لائحه اللي وصلت لمجلس النواب. ضمن هذه الاسماء ورد اسم الوزيره ماري كلود نجم. اليوم في البعض بيقول انه كيف لشخص تدور حول شبهات جديه في هذه القضيه ان يسمي هو محققا عدليا؟ طيب شو بتعملي؟ يعني انه هون ما في ارتياب مثلا؟ وانا عم بسالك سؤال مش من خلفيات، عم بسالك سؤال لانه فعليا في عدد كثير كبير من الناس طرح هذا السؤال. تمام. بالعاده هو لما بيكون وزير في عليه شبهات فرضا، يعني ما عم افوت انا بالاشتباه وكذا، بيستقيل. ما هيدي الحكومه كلها مستقيله. فاليوم ما في مخرج من هيدا الشيء، ويعينوا وزير محله ومطلوب يكون في حكومه جديده كامله. وانه اذا شلت الوزير وما هو ما سمى، مين بده يسمي؟ ما فيك يجي الوكيل يسمي لما الاصيل موجود. وبالتالي نحن قدام هون معضله حقيقيه ممكن كانت تعطل كل التحقيق بهذا المحل. فالشيء اللي مطلوب من المجتمع بهذه الحاله انه يراقب هل التسميه تبع الوزيره هي تسميه معيوبه بمعنى بالاساس، يعني هل الشخص اللي اقترحته هو في علامات استفهام ولا لا؟ بتصور هيدا دورنا بهذا المحل، والا كنا فتنا بمعضله دستوريه حقيقيه انه ما حدا عم بعين وكان توقف كل التحقيق. فكنا بهيدا المحل مثل ما تقولي انه مجلس قضاء لازم يوافق، وفرضا ما كان في مجلس قضاء شو بنعمل؟ وما قدرنا نعين، بتعرفي مجلس قضاء بعد شهرين بتنتهي مدته. فرضا بعد شهرين استقال القاضي طارق بيطار، هل ما بيعود فينا نعين حدا محله؟ ايه بس انا قصدي سؤالي يعني بكل هيك بكل بساطه، انه كيف فينا نقول انه القاضي فادي صوان في عليه ارتياب لانه هو متضرر ومنزله متضرر، بس ما فينا نقول انه بتسميه القاضي الجديد، وما عم شكك بنزاهه القاضي، عم بحكي بالسياق، انه في وزيره هي في عليها شبهات ثانيه، انه هيدي الاستنسابيه بتسميه الارتياب، انه في محلات اوكي هون ايه لازم نرتاب، هون خلص غض النظر انه ما عندنا غير حل، كيف بصير هيك؟ ما فينا نحمل القاضي مسؤوليه مين عينه، وبالتالي ما بقدر عين، ما بقدر ارتاب فيه لانه في حدا عينه الى اخره. بينما القاضي هو بيرتاب فيه لما بيكون فيه هو عم بيعمل شيء انا برايي غير محايد. بس على كل يعني اللي عم تساليه هو سؤال اوسع بكثير. يوم نحن في عندنا حاله ارتياب مشروع بكل القضاء، خاصه بالنيابات العامه، وتحديدا بالنيابه العامه التمييزيه والنيابه العامه الماليه اللي هن مسؤولين عن كل ملفات الفساد، وهيدا شيء ثابت بملفات كثيره. وبالتالي الارتياب تبعنا كشعب بالعداله موجود، ومشان هيك ب 17 تشرين كان انه اساس اليوم التغيير هو ان يكون في نظام قضاء مستقل، ولكن اكيد هيدي ورشه طويله عريضه، بس ما بتتحقق الا من وراء اصحاب الحقوق يلي بدهم يصرخوا بالشارع ويعملوا زخم لمطالبهم. امبارح لما ضحايا الانفجار فرضوا نفسهم كلاعب سياسي جديد، كلاعب اجتماعي جديد، ما بيقدروا الطبقه السياسيه يتجاوزوه، لما فرضوا انه في هويه للضحايا، هيدي الهويه اقوى من كل الهويات الطائفيه والسياسيه، وبالتالي يعول عليها بانه نعطل السم تبع الحياه السياسيه اللي عم بيسمم كل العداله بلبنان. استاذ نزار، هل حضرتك مع تدويل هذا التحقيق ام لا؟ هلا لما بتحكي عن تدويل مش كانه في شيء جدي مطروح على الطاوله، نحن لما بنحكي عن محكمه دوليه اليوم بموضوع الضحايا، يعني عم نحكي عن شيء كثير افتراضي. وبالتالي انا اذا اليوم عندي شويه طاقه ماني مستعد احطها بشغله افتراضيه، مفروض نكون عم نعمل كل جهدنا اليوم
حتى يكون في عداله بالبلد. فانت من جهه من ناحيه ما في اراده دوليه واضحه بهذا المجال، يعني مش الوضع مش مثل 2005 كان في اراده انه بدنا نعمل محكمه دوليه وشراك والى اخره، نحن مش بهذا الوضع. ثاني شيء نحن بنعرف انه المحكمه الدوليه دفعنا ثمن مصاري، يعني صحيح كثير اليوم ما قادرين بقى ندفع. فهل العالم كله ناطرنا كل ما يصير عندنا مشكله نحمل حالنا ونروح ونقول لهم تعالوا ادفعوا النفقات تبع العداله تبعنا بدوننا عداله، ولا حان الوقت انه كل المجتمع يعتبر انه اصلاح العداله هو عمل سياسي اساسي ومركزي باعاده بناء الدوله، وبالتالي لازم نحط كل جهودنا سوا لحتى نحقق هيدا الاستحقاق. هل كل اكثريه الدول لما بنيت نظام عداله انطلقت من جريمه كبيره؟ وكان في جريمه كبيره واعتبرت انه بعد هالجريمه لازم نعمل نظام عداله كبير. يعني هاي فرصتنا. لبنان حان الوقت انه نعرف نستفيد من الكوارث يلي بتحصل عنا لحتى نصير نحن اشخاص افضل. يمكن محكمه الحريري كانت ممتازه، يعني ما بدي فوت ابدا بكل النقاش حول ادائها او حكمها ونتيجتها اصلا. ربما كانت ممتازه ولكن تاثيرها على النظام القضائي اللبناني كان صفر. وبالتالي لم يعول عليها ابدا ببناء منظومه قضائيه لبنانيه تكون تامن عداله لكل اللبنانيين حاضرا ومستقبلا. بتمنى من قضيه المرفأ وبزخم الضحايا وزخم المجتمع حواليهم بسياق الحراك الاجتماعي الحاصل حاليا ضد الطبقه الحاكمه انه نقدر ننجز استحقاق اصلاح العداله بلبنان. عندي سؤالين. بس أكيد ما يعني ما بقدر أنا كمان إذا العدالة بلبنان هالقد كانت مضروبة وصار في عملية خطف للعدالة وتوقيف للتحقيق، أنت ما فيك تستبعد أنه بعدين استطرادا وبعد ما نكون عملنا كل الجهود على الصعيد الداخلي أنه الضحايا الطالب بالروح على برا وساعتها ما عندك ولا حجة تقولي لهم لا. هيدا الشيء لازم يعرفوه الطبقة السياسية ويعرفوا أنه إذا فعلاً هن بتهمهم سيادة البلد، سيادة البلد تبنى ليست شعار، فسيادة العدالة، سيادة القضائية، أن نكون على قضاء بلدنا مش قضاء غريب، تقتضي أنه نبني قضاء مستقل. إذا ما عرفنا بدينا هالشيء، كل ما تصير جريمة كبيرة في عندي كتير ضحايا رح يقولوا بدنا نروح على محكمة دولية وساعتها ما عندك حجة ضد هيدا الشيء. عندي سؤالين بالختام. السؤال الأول هو مرتبط ب التأمين أو التعويض اللي بيحصلوا عليه أهالي الضحايا والمتضررين من انفجار المرفأ. اليوم في تقدير أنه المبلغ يفوق المليار و200 مليون دولار أمريكي تعويضات، ولكن هذا المبلغ لا يدفع إلا إذا أقر أنه الحادث الذي جرى هو قضاء وقدر وليس حادث إرهابي أو تفجير أو متعمد أو غيره. هل نحن نذهب بهذا الاتجاه؟ يعني حتى اسمح لي أقول لك أنه بتواصلنا مع بعض المحامين اللي هن وكلاء عدد من المدعى عليهم بيقولوا بصريح العبارة للأعلام أنه صار وقت تبلشوا تحسسوا العالم أنه هيدا قضاء وقدر، لأنه التحقيق ما رح يوصل لمحل، وإذا قلنا أنه لا هيدا مش قضاء وقدر كمان ما رح يتعوض عليهم. كيف ممكن قدام هيك جريمة نحكي بهيدا بهذا الرواء انه خليهم يقبضوا احسن ما يطلعوا لا من هون ولا من هون؟ شوفي ليال، واحده من اكبر مخاطر العداله بلبنان هي تقريش الوجع، تحويله لقضيه قروش. نحن بلبنان بالحرب الاهليه صار 400 الف مهجر، ما كان في ولا جمعيه للمهجرين. ليش؟ لانه حولنا التهجير لقضيه قروش، وبالتالي كنا عم ندفع للتهجر وللي احتل وتقريبا نفس القيمه، فكنا برات نظام العدالة، ما منحاسب مين الأخطأ ومين الضحية ومين كذا، وبالتالي كله بيتحول لقضية قروش. لما قضية المخطوفين انطرحت بالتسعينات كان جواب من سياسيين كبار هيدي قديك الفتى، قديك الفتى يعني ندفع تعويضات للأهالي ونخلص من هيدا الملف. التقريش تبع العدالة هو أكبر خطر على العدالة، يعني نحول كل ضحية لبس شخص عم يطلب قروش، بس نحن لا بدنا ندور على الحقيقة ولا بدنا نحاسب حدا. هيدا الشيء ما بيبني نظام للمستقبل، وبالتالي الشخص المجرم بيرجع بعيد جريمته مثل ما هي، بنرجع بندفع ثمنها ولو بعد حين. وبالتالي هيدا الشيء كثير خطير. شو بدهم يغير التحقيق الواحد
لحتى يقول ما في ارهاب، انه يقول ما في عمل حربي بس حتى نقدر نقبض التامين. ومين بده يقبض التامين؟ انت يعني مفكره الناس البسطاء اللي ماتوا ببيوتهم هدول مأمنين على حياتهم ولا مأمنين على 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 التأمين؟ هو الشركات الكبيرة هي اللي حتستفيد منه. يعني وقت الضحية تكون بتروح على المرفأ تشتغل أوفر تايم كرمال 5000 ليرة، أكيد ما رح يكون مأمن على حياته، يعني أكيد ما معه أصلا يعمل إنشورنس. معناتها عم نحكي عن مصالح كبيرة يلي الأشخاص المؤمنين، وأكيد هيدا حقهم والشركات التأمين. وكانت لجنة الرقابة تبع التأمين أعلنت شركات التأمين أنه مفروض تدفع. وبعدين إذا صدر شيء، وعلى فكرة في كتير عقود مش مذكور فيها كلمة الإرهاب، وبالتالي هيدي عليهم يدفعوا، لأنه الإرهاب ليس مستثنى من التأمين. مستثنى من التأمين هو بس الأعمال الحربية اللي ممكن تكون موجودة ولا مش موجودة، هيدي بتتحدد بعدين. وبالتالي بهيدا المحل كتير خطر الحكي بهيدا الشيء، وخاصة أنه إجا بسياق أنه خلص انتهى التحقيق وأعلنوا عن التحقيق، لأنه في شركات تأمين لازم تدفع. أستاذ نزار، بدي أختم معك بسؤال أخير. يعني بعرفك حضرتك كتير صريح، برأيك رح نوصل لنتيجة أو لا؟ وهل القاضي طارق البيطار رح يوصل لنتيجة، أو إذا هن ما كفوا يده بعد فترة هو رح يعلن أنه بده يتنحى؟ إذا قلت لك ما هنوصل لنتيجة بنكون عم نعلن الاستسلام من هلأ. إذا قلت لك بدنا نوصل لنتيجة بكون عم أعطي أحلام وأمال يمكن نحققها ويمكن ما نحققها. فأكيد ما رح تحصلي على جواب إيه ولا، رح تحصلي أنه مفروض نحن كلياتنا، نحن كمنظمات حقوقية، أنتم كأعلام، الضحايا، المجتمع، كلياتنا نكون عم نتآزر لحتى نوصل للعدالة والحقيقة، لأنه هيدا مطلب وطني سياسي درجة أولى، أنه نقدر نبني العدالة ببلدنا. هيدي منا مسحة ولا شغلة بسيطة. فأنا بحط هيدي القضية ضمن القضايا الكبرى للوطن، لاستعادة شيء اسمه وطن وشيء اسمه دولة، وهيدا مدخل أساسي بتصور حتى نكون عم نبني سوا هيدا الشيء. هل من المؤكد أنه نوصل؟ أكيد لا، هيدي مغامرة وطنية من ضمن مغامراتنا الكثيرة، بس أكيد أنه هنالك ما يستحق المحاولة والمعركة والتضحية. أنا بدي أشكرك المحامي نزار صاغية على هذه المقابلة، المدير التنفيذي القانون للمفكرة القانونية، وأيضا بدي أشير بالكلام اللي تفضلت فيه عن فكرة تقريش العدالة. لعل أفضل شخص وصف هذا الموضوع هي والدة أحد الضحايا قدام قصر العدل يوم الجمعة، وقالت بصريح العبارة: أنا ما رح أقبل أكل ابني. وبالتالي من المعيب جدا تحويل قضية كهذا فقط لموضوع الاستحصال على الأموال أو قبض حق الضحايا. بكل أسف، أنا بدي أشكركم مشاهدين على متابعة هذه الحلقة. أيضا أشكر الصحفي منير ربيع الذي كان معنا بالجزء الأول، وأيضا أشكر المحامي نزار صاغية، والشكر موصول إليكم، وألقاكم بحلقات لاحقة. إلى اللقاء.